لكن انا حاولت قدر الامكان اني انا بعد عن الحرب مثل كل الناس، لان الحرب يعني ما بتختارها انت، وخصوصا لما بدي اشتغل. يعني هلا لما بدك تشتغل اعمال لحتى تنتج، يعني بدك انتاجك يكون بعيد عن المأساة شوي، لكن بده يطلع اشياء فيها 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 شوي من الحرب، فيها شيء من المأساة. قد ما حاولت تبتعد ما رح تنجح. لما بدك توصل لمرحلة كتير انك انت تصاعد معك انفعالات، بده يطلع معك شيء هذا بشغلك، وانت عم تشتغل بتحس انه السلبية اللي موجودة بالحرب عم تطلع معك بشغلك، بتحاول تبعد، بتحاول تهرب، لكن انا ما كنت انجح. كانت تظهر هالروح العنيفة احيانا، تظهر مو بس بعنوان العمل، يعني ممكن ضربة المبرد تجرح العمل زيادة، تكون قاسية على العمل اكثر. بتحس انه عمل انت عم تشتغله وانت تعبان، يعني هذا كتأثير مباشر. حتى لما بتكون فكرة العمل هي عمل من الحرب، لما بتخلصها بتحس انه هذا العمل خريج حرب. لما بتنتهي منه بتبعد عنه، بتحس انه هذا طالعته انت لما انت كنت تعبان، لما انت كنت خرج منك، لما انت كنت طالع من حالة صعبة، عم يطلع منك لحاله هذا العمل. يعني مثل الشيء القسري طالع منه. حتى اعمالي انا اللي طلعت معي، انا كنت تعبان من الحرب، ما كثير بحبها، علما بجوز الناس حستها انه حلوه وحبيتها كثير، لكن انا ما بحبها، انا ما مخبيها، يعني انا ما بشوفها، بعد عن وشي مشان ما اشوفها، لانه هي بتذكرني بالحرب وطلعت معي وقت الحرب. هلا اكيد انا اذا الحرب ما اثرت علي بشكل مباشر، اثرت على محيطي، اثرت على الناس اللي عم بحتك معهم كل يوم، فعملت انعكاس علي، يعني انعكست عليهم وبعدين انعكست علي، فما فيني اهرب من سلبيتها. ما حدا منا بيحب الحرب، لكن انا كسوري لازم اعمل ريفريش دائما، يعني لازم ارجع اعمل حياة جديدة. يا ريت كل الناس تتعاون، بدل ما تصنع الحرب تصنع السلام احسن، وخصوصا نحن بلدنا لها تاريخ، يعني الاحلى انه تكون جديرة بتاريخها وبحضارتها. انا بشوف انه لازم الحرب تخلص مثل ما كل الناس بتتمنى، وانا متفائل، انا متفائل كثير انه الحرب رح تخلص وقت قريب. الرموز بتتبدل مثل ما هي افكار الانسان عم تتبدل، يعني ما هو محيط فيك قبل الحرب غير ما هو محيط فيك بعد الحرب. ان كان تاريخك او ان كان مجتمعك المحيط بداخلك قبل الحرب اختلف كثير عن بعد الحرب. انت كنت تشوف حالك بشكل مختلف، باطار مختلف، بمجتمع مختلف، هلا انت صرت تشوف ذكرياتك وهي بعيده عنك، تخيلها كثير وانت وحدك، صرت تشوف حالك وانت جديد بمجتمعك الجديد، ممكن تتذكر مجتمعك القديم، اطارك القديم، حوادثك القديمه، ممكن تكون هاي مو ذكرياتك، ممكن تكون هذا حاضرك عم تتامل فيه اكثر، تشوف انت وين رايح، وهذا مجتمع. أنا الحرب عملت معي مفعول عكسي، بدل ما يدمروا تاريخي حضارتي صرت مصر أكثر على أحياء حضارتي وتاريخي. لما شفت أنه عم ينشغل على تحطيم أفكارنا وتحطيم
تحطيم ذواتنا وتحطيم قلوبنا يعني على سياسة الهدم. أنا كإنسان سوري أكيد عندي ردة فعل أني أنا حافظ على كياني وعلى بنياني بوجه كل شيء. بس هذا الشيء رجعني لكتير وقت ماضي، لأني أنا بدي أرجع عن جذري. هذا خلاني أرجع لجذري أكثر. أنا ما بحب تحطيم الإنسان وأفكاره وتراثه المادي. قلت أنه حقه يرجع الإنسان يشوف كل ماضي. الشعب السوري شعب حي وصاحب حضارة وصاحب تاريخ عريق يعني. مرقت عليه حروب كتير وكانت قاسية كتير وتغلب عليها وتغلب على الظروف الصعبة وبنى حضارته من أول وجديد. وأنا هيك بشوف إنه هذا الشعب رح يرجع يبني حضارته من أول وجديد، حضارة ما بعد الحرب يعني. ممكن يستفاد من الأفكار أو من الصعوبات اللي مرق فيها ويصير أقسى وأقوى. أنا هيك بشوف إنه سوريا مستحيل يتحطم يعني. قوي بشوفه هو لأنه صاحب جذر ضارب يعني، صاحب فكر. شوفه يعني أنا ممتلئ بالتفاؤل صراحة، يعني أنا متفائل كثير. أنا يمكن اشتغلت بالنحت لأنه في عندي ذاكرتي بدون ما أحس أثرت فيني ذاكرة الطفولة كتير. أنا بتذكر لما كنت طفل بابا أخذنا على تدمر، يعني أنا ما بنسى هاي الدهشة اللي شفتها أو اللي حسيت فيها لما شفت آثار تدمر أو شفت بناء تدمر. هاي الدهشة يعني ساتني بتذكرها لهلأ. هذا اليوم أثر فيني كتير وبعتقد ساته مأثر فيني. بجوز أنا باللا شعور عم قلد تاريخ تدموريين، بجوز بدون ما أحس. يوم أثر فيني كمان تاني أكيد يوم اللي جيت على الشام. الشام هي دمشق العراقة، يعني هذا كمان هي الدهشة اللي موجودة بدمشق لا تقل عن الدهشة الموجودة بتدمر أبدا. بجوز تختلف إنه هديك عراقتها عظيمة، عراقتها بحجرة، لكن دمشق عراقتها بناسها وبحيويتها وبجمالها اللي لا ينتهي أبدا. دمشق مدينة الجمال أكيد.